السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن استهدفت سفينة تقول بأنها أمريكية بالصواريخ البالستية، وهذا الاستهداف جاء في الساعات الأولى من صباح يوم أمس. القيادة المركزية الأمريكية اليوم تحدثت عن تفاصيل هذا الهجوم، بالإضافة إلى هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية التي أكدت أيضا بأن هذا الاستهداف تم هنا في مضيق باب المندب. وأيضا يوم أمس العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي تحدث أيضا عن هذا الاستهداف الذي طال سفينة ستار آيرس الذي لاحظته جماعة الحوثي هنا، بأن هذه السفينة ستار آيرس هي سفينة أمريكية وبأنها موجودة في البحر الأحمر متجهة إلى خليج عدن. وبمجرد ما وصلت إلى مضيق باب المندب جماعة الحوثي ببساطة قاموا بإطلاق صاروخين باليستيين مضادة للسفن لتستهدف هذه السفينة، وفعلا تمكنوا من استهداف هذه السفينة بشكل مباشر. القيادة المركزية الأمريكية أكدت هذا الاستهداف، ولكنها قالت أيضا بأن الأضرار كانت طفيفة، لم تغرق السفينة، لا قتلى لا جرحى، واستمرت هذه السفينة برحلتها بهذا الشكل عبر خليج عدن. وهنا جماعة الحوثي من خلال هذا الاستهداف توضح مرة أخرى بأنها لا زالت تطبق حصارها على مضيق باب المندب، وبأن ليس هنالك أي سفينة أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية ممكن أن تمر دون استهداف مباشر من جماعة الحوثي. ولكن بالتدقيق بتفاصيل هذه السفينة اتضح بأن جماعة الحوثي هنا ارتكبوا خطأ كبيرا بهوية هذه السفينة وطبيعة توجهها. فالتسجيلات الخاصة بهذه السفينة توضح بأن السفينة ببساطة تابعة لشركة يونانية، وهذه الشركة اليونانية هي أيضا هي التي تدير هذه السفينة، وبأن هذه الشركة موجودة في اليونان والسفينة أساسا يابانية الصنع. لا بل إن السفينة كانت متجهة وذاهبة أو قادمة من البرازيل مباشرة إلى إيران، صدق أو لا تصدق. حتى الفيسل فايندر كانت قد أكدت بأن هذه السفينة عندما وصلت إلى جمهورية مصر العربية هي كانت متجهة إلى ميناء الإمام الخميني في إيران. وهذا يوضح عددا من الأمور المهمة، هو يوضح بأن هذه السفينة ليست أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية أو متجهة لإسرائيل أو قادمة من إسرائيل أو توقفت بأي نقطة معينة في أي ميناء إسرائيلي، لا بل إن الشحنة التي تحملها هي الذرة القادمة من البرازيل مباشرة لإيران التي تدعمها أساسا في جميع العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وفي البحر العربي أو بحر العرب، وكذلك أيضا في مضيق باب المندب. وهذه طبعا هذا يوضح بأن هنالك خطأ كبيرا قد ارتكب من جماعة الحوثي بهذا الاستهداف، والخطأ يعود لحقيقة ما جرى مع سفينة بهشاد الإيرانية التي تزود جماعة الحوثي بالكثير من الإحداثيات والمعلومات الاستخبارية التي تمكن جماعة الحوثي عادة من استهداف السفن في البحر الأحمر أو حتى في خليج عدن أو حتى مضيق باب المندب. فهذه السفينة بحسب تانكر تراكرز في اليومين الماضيين أكدت بأن سفينة بهشاد الآن هي موجودة عند إحدى القواعد الصينية هنا منذ 9 أيام. طبعا هم نشروا هذا الأمر في اليومين الماضيين، وبالتالي هذا يوضح بأن أننا أكثر من 10 أيام أو 11 يوما الآن، وهذه السفينة متوقفة عند قاعدة صينية في جيبوتي من أجل الإصلاحات، كما قالت إيران بأنها بحاجة إلى نوع من المنتننس أو الصيانة بالنسبة لهذه السفينة التي هي متوقفة هنا بحسب التسجيلات الخاصة بتانكر تراكرز، وهذه هي القاعدة الصينية. ولكن في حقيقة الأمر كما تتحدث العديد من المصادر بأن التهديدات كانت كبيرة تجاه هذه السفينة بأنها ستستهدف بسبب فاعلية في عملية إرسال المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي لتحقق جماعة الحوثي كل الهجمات التي نتحدث عنها بين فترة وأخرى، وبالتالي هي نوعا ما احتمت بهذه القاعدة الصينية وسيكون من الصعب استهدافها بما أنها موجودة في هذه المنطقة. وكذلك أيضا في نفس الوقت وكالة تسنيم الإيرانية أكدت مؤخرا في 10 فبراير أي قبل الهجوم الذي نتحدث عنه باتجاه سفينة ستار آيرس، قالوا ببساطة بأن مجموعة البحرية الإيرانية 94 تعود من مهمتها في البحر الأحمر وخليج عدن بعدما كانت موجودة هذه المجموعة لمدة 91 يوما، أي بعد 7 أكتوبر هي تواجدت في البحر الأحمر وفي خليج عدن والآن غادرت هذه المنطقة. بالتالي ببساطة
فإن بهشاد بعدما كانت في البحر الأحمر وبدأت العمليات الأمريكية البريطانية باتجاه جماعة الحوثي في اليمن انتقلت لخليج عدن. الكثير من الاستهدافات الناجحة من قبل جماعة الحوثي في خليج عدن بسبب وجود بهشاد في هذه النقطة، ولكن الآن بالنسبة لبهشاد الآن انسحبت لتصبح موجودة أو لتتوقف عند القاعدة الصينية، بالتالي توقفت عن عملية الإجراءات والمعلومات الاستخبارية التي تستفيد أو تستفاد منها جماعة الحوثي. وكذلك الآن نتحدث عن المجموعة البحرية الإيرانية 94 التي الآن غادرت هذه المنطقة بحسب التصريحات الرسمية الخاصة الإيرانية وما نشرته وكالة تسنيم، بالتالي لم تعد هنالك كثير من المعلومات الاستخبارية التي ممكن أن تستفاد منها جماعة الحوثي. ليس هذا فحسب، بل علينا أن نتذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من خلال حملاتها العسكرية وضرباتها المستمرة على جماعة الحوثي 3 موجات من الضربات كبيرة تخللتها الكثير من العمليات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، استهدفت بالدرجة الأساس المنظومات الرادارية الخاصة بجماعة الحوثي. وأيضا يجب أن لا ننسى بأن جماعة الحوثي استخدمت الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدئها بهذه الاستهدافات من نوفمبر العام الماضي حتى يومنا هذا. قاموا بالعديد من العمليات باتجاه البحر الأحمر أو حتى خليج عدن، وبالتالي هنالك استنزاف كبير بالاستهدافات لما تمتلكه جماعة الحوثي من خزينها من هذه الصواريخ والطائرات المسيرة. أيضا أن الضربات الأمريكية والبريطانية استهدفت هذه الطائرات المسيرة، استهدفت الصواريخ البالستية، استهدفت كذلك المستودعات الخاصة بجماعة الحوثي والبنى التحتية المرتبطة بهذه الصواريخ، مراكز القيادة والسيطرة وغيرها. بالتالي جماعة الحوثي فجأة أصبحت لا تمتلك الكثير، لا تمتلك معلومات استخبارية حقيقية وواضحة عن تحركات السفن. لديها مشكلة في طبيعة الاستهدافات في الصواريخ والطائرات المسيرة، وخاصة إذا ما عدنا على سبيل المثال لآخر استهداف قبل الاستهداف الذي نتحدث عنه اليوم، هو كان في 6 فبراير باتجاه سفينتين، هنا سفينة أمريكية وسفينة بريطانية. تم الحديث عن البريطانية أكثر من السفينة الأمريكية في البحر الأحمر، وبعد ذلك انتظرنا حتى 12 فبراير أي يوم أمس ليأتي هذا الاستهداف على هذه السفينة، ولكنه كان استهدافا خاطئا للغاية باتجاه سفينة يونانية متجهة مباشرة لإيران. وهذا قد يعطي فكرة عن طبيعة جماعة الحوثي بأنها تضررت كثيرا الآن من كل ما جرى في هذه المنطقة. ليس هذا فحسب، بل إن هذه السفن بدأت تأخذ عدة طرق عند تحركها في البحر الأحمر وخليج عدن لتفادي ضربات جماعة الحوثي، منها التخفي على سبيل المثال من الرادارات، ولكن منها أيضا من هذه السفن التي كتبت على سبيل المثال بهذا الشكل كما تلاحظون هنا في الديستنيشن أو الوجهة لهذه السفينة، تلاحظ بأنهم كتبوا هنا All crew Muslims أي بأن كل الطاقم في هذه السفينة هم من المسلمين لتفادي طبعا الضربات من جماعة الحوثي. هذه السفينة كانت متجهة إلى العراق بحسب ما تحدثت عنه المصادر الإخبارية على سبيل المثال بلومبرغ هي التي تحدثت عن مسألة وجهة هذه السفينة. ولاحظ هنا بشكل أوضح All crew Muslims ببساطة توضح لك بأن هؤلاء المواطنين أو العاملين بهذه السفينة هم من المسلمين، بالتالي لا تستهدفون. هنالك الكثير من المناورات التي تحدث من قبل هذه السفن إن كانت صادقة أو غير صادقة أو متخفية أو غيرها، بالتالي يبدو أن جماعة الحوثي ليست في موقف سهل الآن كما كانت عليه في نوفمبر من العام الماضي أو ديسمبر أو حتى الشهر الماضي. الوضع يبدو قد تغير كثيرا، وخاصة أن جماعة الحوثي من المفترض من كل الهجمات التي تقوم بها في نهاية المطاف أن تغير سلوك إسرائيل فيما يجري في قطاع غزة، لكن سلوك إسرائيل لم يتغير أبدا، والآن هم يخططون لاقتحام واجتياح مدينة رفح آخر المعاقل التي تتواجد فيها الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، والحديث عن أن قادة حركة حماس المهمين متواجدين هناك في رفح. لا بل أن حتى بني جانتس الذي ترونه هنا وهو زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي وهو عضو في حكومة الحرب ويعتبر من الأشخاص المرشحين لكي يكون رئيسا لوزراء إسرائيل، هذا الرجل الآن دعم بنيامين نتنياهو رغم كل الخلافات بينه وبين نتنياهو، لأنه دعمه بأن علينا أن نتقدم باتجاه رفح. وهذا يوضح
بأن بغض النظر عن رأي الرئيس الأمريكي جو بايدن أو أي رئيس آخر أو أي دولة أخرى، فإن إسرائيل متحدة في قضية بأنها ستتقدم تجاه رفح. بالتالي لم يتغير شيء من سلوك إسرائيل رغم كل التضحيات التي جاءت من جماعة الحوثي والحصار الذي فرضته على مضيق باب المندب. وأيضا في نفس الوقت لا بد من الانتباه بأن إسرائيل هنا منتبهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق وفي سوريا تغير سلوكها تماما. الأسوشيتد بريس أكدت بعد الضربات الأمريكية في العراق وفي سوريا منذ 4 فبراير لم يكن هنالك حتى هجوما واحدا على القوات الأمريكية، إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا، وبالتالي فقط حزب الله اللبناني هو الذي يضغط، وهنالك ضعف في الهجمات من الحوثي من الفصائل في العراق من الفصائل في سوريا، وبالتالي نوع الردع قد تحقق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بحسب الأوسن ديفندر اليوم تحدثوا ببساطة بأن تقييمهم وتوقعاتهم بأن هذه الفصائل خاصة في العراق وفي سوريا ستصعد من جديد وستقوم بموجات من الهجمات بحسب المتغيرات في المنطقة مثل الهجوم تجاه رفح. بالتالي التصعيد متوقع ومتوقع للغاية، وهذا هو الذي جعل أعضاء مهمين في الإدارة الأمريكية السابقة، نتحدث عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح لكي يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في هذا العام خلال عام 2024، ننتظر ما الذي سيرى بينه وبين جو بايدن. إن تمكن طبعا من هزيمة نيكي هيلي فهنالك أعضاء مهمين مثل مايك بومبيا وزير الخارجية الأمريكية السابق ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق كتبوا على الول ستريت جورنال بهذا الشكل وطلبوا من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يضرب إيران بشكل مباشر. طلبوا منه بما أنك يا بايدن تتهم إيران بأنها خلف كل هذه العمليات عليك توجيه ضربات مركزة على العمق الإيراني، وقالوا بأن ما يجب ضربه هنا هي البنية التحتية النووية، وكذلك يجب استهداف المنشآت النفطية، وكذلك يجب استهداف أيضا البنى التحتية البحرية الخاصة بإيران، ويجب كذلك فرض السناب باك العقوبات القصوى على إيران لكي تتضرر إيران بشكل كبير على المستوى الاقتصادي، ويجب أيضا منع العراق من دفع المستحقات الإيرانية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، لأن إيران تستفيد كثيرا من الأموال العراقية، وهي طبعا أمر مهم جدا، وهذه القضية قد تكون أيضا مؤذية بالنسبة للعراق خاصة وأن الغاز الطبيعي العراق يعتمد على هذا الغاز كثيرا على مستوى توليد الطاقة الكهربائية، ومن الممكن لإيران لو قطعت هذا الغاز الطبيعي فإنه سيسبب مشكلة أيضا للعراق. لكن مايك بومبيو ومايك بنس يتحدثون بأن يجب هذا الأمر أن يتوقف لكي إيران تدفع الثمن ثمن كل ما يجري وتتأثر اقتصاديا بشكل كبير مع كل هذه الإجراءات، وبالتالي ستكون مضطرة لتهدئة المنطقة ويتحقق الاستقرار الموجود في المنطقة بشكل عام. وقد يستغرب البعض من البنى التحتية البحرية لماذا يتحدث عنها بومبيو وكذلك بنس في الول ستريت جورنال. في حقيقة الأمر هم منتبهون تماما لقدرات الآن إيران، فإيران على سبيل المثال البحرية قد أطلقت اليوم أول صاروخ باليستي بعيد المدى بهذا الشكل، استعرضوه اليوم وأوضحوا بأن لديهم صواريخ باليستية بعيدة المدى ممكن أن تطلق من السفن البحرية الإيرانية، وأوضحوا بأن هذا الصاروخ يصل مدى 1700 كيلومتر، أي بمعنى آخر بأن هذه السفن وهذه الصواريخ ممكن أن تنطلق إذا ما اعتبرنا هنا على سبيل المثال من خليج عمان، إذا ما انطلقت الصواريخ من هنا 1700 كيلومتر ممكن أن تغطي نصف اليمن وأن تصل حتى إلى خليج عدن تقريبا بهذا الاتجاه، وإذا ما تحركت السفينة وتمركزت باتجاه عمان على سبيل المثال فإنها ستستطيع من ضرب خليج عدن بأكمله وكذلك مضيق باب المندب وأيضا في نفس الوقت ضرب البحر الأحمر، وبالتالي هي القادرة على محاصرة هذه المنطقة بأكملها مع مثل هذه الصواريخ البالستية. وطبعا عندما نتحدث عن نصف اليمن نتحدث عن مواقع تتواجد فيها الحكومة الشرعية اليمنية التي ممكن أيضا أن تتعرض إلى ضربات من هذه السفن، أيضا هذه السفن لو مثلا تمركزت هنا في الخليج العربي فإنها ستستطيع من عملية تغطية العراق بأكمله من شماله إلى جنوبه بهذه المديات، وأيضا تستطيع الوصول مباشرة لتغطية سوريا تقريبا بأكملها وصولا للبحر المتوسط، وتستطيع الوصول أيضا
إلى العمق الإسرائيلي، وأطلاق أيضا صاروخ بهذا الاتجاه ممكن أن يجعل هذه الصواريخ تصل إلى عمق المملكة العربية السعودية، وهي من المياه عدا القدرات طبعا التي تمتلكها إيران في إطلاق هذه الصواريخ. بالتالي ضرب البنى التحتية البحرية قد يعني الكثير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يرون أن من الممكن أن تستخدم هذه الأسلحة ضد المنطقة بشكل عام إذا ما اندلع صراع أو نزاع في المنطقة مع المملكة العربية السعودية، مباشر مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة. بالتالي هذا أمر قد يكون كبير وكبير للغاية.